رجعنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام ومعادنا مع قراءة في أبرز عناوين الصحف المصرية، وبيشرفنا في هذه الفقرة الكاتب الصحفي الأستاذ زكي القاضي. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ زكي. أهلا وسهلا بحضراتكم، صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على السادة المشاهدين. صباح النور. كالمعتاد اسمح لنا نشوف كده يعني استعراض سريع لأبرز عناوين الصحف ونرجع مرة تانية نستكمل هذا الحوار. خلونا نبدأ عناويننا من الشأن الإقليمي ونقرأ عنوان من روزل يوسف: جنوب لبنان يتحول إلى ساحة حرب. ونقرأ من عنوان آخر من أخبار اليوم: بعد تفجيرات أجهزة اللاسلكي حروب الجيل الغادر تجتاح ضواحي لبنان. أستاذ زكي، كيف تتابع ما يحدث في لبنان الآن بعد تفجيرات أجهزة اللاسلكي وتصاعد حالة التوتر بالمنطقة؟ يعني خلينا نقول في البداية هذا فعل إجرامي من الاحتلال الإسرائيلي في أجهزة الاستخبارات لديه، لأن هذه الأجهزة سواء البيجر أو الأجهزة اللاسلكية مش يحملها عناصر ونشطاء حزب الله، لكنها متواجدة في المستشفيات ولدى المسعفين والدكاترة، لأن هي أحد وسائل الاستدعاء للأطباء بعيدا عن الشبكات والأمور الخاصة بالتليفون المحمول. وبالتالي هم استهدفوا هنا أكثر من 4000 ل 5000 فرد في الداخل اللبناني دون تفريغ، وكانوا عايزين يموتوا الناس دول كلهم في دقيقة واحدة. عندما ضغط هذا الشخص على هذه الموجة اللي فجرت كل هذه الأجهزة أو أيا كانت التقنية الموضوع لتفجير هذه الأجهزة، كان يقصد فيها أن هو يتوفى ويقتل أكثر من 4000 ل 5000 واحد في جنوب لبنان. وطبعا محدش حاسبه لأنه قتل قبل كده أكثر من 45 ألف واحد في قطاع غزة دون محاسبة قانونية من القانون الدولي أو من الدول الغربية. حتى المؤسف كمان أن الدول الغربية ما فيش دول كتيرة طلعت بيانات إدانة لإسرائيل وما تم في لبنان. هذه الدول طنشت كده أن ممكن كان يموت، وبالفعل ومات عشرات الشهداء لا يقل عن 50 واحد في هذه الضربة، رغم أن هي لها أهمية سياسية ودعائية، لكن الجانب الإنساني والمدني فيها صعب للغاية. وإسرائيل ما زالت تمارس كل أعمال الإجرام سواء في لبنان أو في غزة أو في الدول المتداخلة مع ملف غزة. طبعا هو الأمر اللي بيجرمه يعني القانون الدولي يا أستاذ زكي، في أن هو لا يجوز زي ما قال يعني ذكر يوم أمس أن هو لا يجوز استهداف المدنيين حتى لو كان يوجد عدد من المسلحين محتمين إلى جوار أو في وسط هؤلاء المدنيين. خلينا نروح لليوم السابع، نقرأ منه هذا العنوان: إسرائيل توسع دائرة الصراع والتصعيد العسكري بالشرق الأوسط. هنقرأ عنوان آخر من روزل يوسف: إسرائيل حصان طروادة، إرهاب الجيل الخامس. بتشوف حضرتك تحذيرات مصر من اتساع رقعة الصراع وتحول المنطقة إلى ساحة دماء، كيف ترى أهمية هذه التحذيرات لو هنشوف المشهد الراهن ونطبق على أساسه؟
يعني خلينا نقول ان الشرارة في الحروب الكبرى عادة بتيجي مرة واحدة وبدون أي ترتيب منطقي أو تقليدي. يعني هناك ناس تتأثر بهذه الضربات اللي هم تم ضدهم فيها 4000-5000 واحد في أجهزة البيجر وخلافه، أو الناس اللي موجودة في قطاع غزة، أو الناس اللي شوية متداخلين مع الملف سواء في العراق أو سوريا أو اليمن. وإحنا شفنا في 11 دقيقة خرج صاروخ فرد صوت من اليمن راح 2000 كيلو ووقع في تل أبيب، يعني في 11 دقيقة كان متخذ هذا القرار ووصل لتل أبيب، وكانت الناس بتجري للملاجئ والحصون. وبالتالي مصر لما تحذر من توسيع دائرة الصراع، لأن ربما يكون القائد أو القيادة في التعاملات، يعني قيادة حزب الله من ناحية تم اغتيال قبل كده فؤاد شكري، وامبارح تم اغتيال احمد وهبي وابراهيم عقيل، وهم قيادات كبيره، وقبلهم حتى باسم الطويل ووسام الطويل وكل الاسامي الكبيره في حزب الله. ممكن كانت قياده حزب الله بتحاول تسيطر على وضع الاشتباك، ان احنا نضرب ونلاقي زي ما بتكون، لكن ممكن يجي في وقت من الاوقات قياده وسيطه تحت كده تكون متاثره بشكل اكبر، فتدوس هي على الزرار المقابل فيخرج الصاروخ او يخرج السلاح او المعده ضد اسرائيل. ساعتها ولا امريكا هتتوقعها ولا اسرائيل هتتوقعها، لان القياده الوسيطه دي ممكن تتحرك من نفسها. عشان كده دائره الصراع لو كان بيفهمها الكبير او يدركها الكبير، المستويات الصغيره دي ما خدتش هذه القصه بالشكل الكبير. في ثانيه واحده الشراره ممكن تبهدل الدنيا خالص، ويظن الاسرائيليين ان هم مسيطرين على الوضع، رغم ان هم بقى حشدوا فرق 98 و99 و34 و319 وكل الاسامي الكبيره الضخمه عندهم، لكن في ثانيه واحده ممكن هذه الامور تتطور ونلاقي نفسنا في مواجهه. احنا لسه الايرانيين ما ردوش على ما تم ضدهم من عمليات في الفتره اللي فاتت، وكمان حزب الله ما زال يرد على حاجات كتيره، لكن هم ما وصلوش برضه للمرحله الكبرى في الرد، واظن ان المرحله دي اسرائيل بتعجل بيها. احنا لسه مكملين في اللي بيحصل في بيروت، ونقرا من الوطن: اسرائيل تقصف بيروت وتقتل 5 أطفال وقياديين بحزب الله. نقرا عنوان اخر من الدستور: نواب امريكيون يقولون الدور المصري في الشرق الاوسط بناء. استاذ زكي، يعني برايك كيف ترصد الدور المصري لتهدئه الاوضاع في الاقليم؟ طيب خلينا نقول مثلا في صياغه هذا الخبر، لما بنقول اغتيال اسرائيل لاحمد وهبي وابراهيم عقيل، احمد وهبي ده مسك بعد قياده اخرى تم اغتيالها في يناير الماضي. هل حزب الله توقف عن العمليات وهذه المواجهات من يناير لحد دلوقتي واحنا في شهر 9؟ لم يتوقف. فبالتالي عمليه الاستهداف مش العمليه اللي توقف الحرب، العمل الحقيقي والطبيعي ولابد ان تقف الحرب لما تتوقف الحرب في غزه. احنا مهما استمروا في عمليات القتل لجبهات كل ما يسمى جبهات الاسناد او محور المقاومه، ده مش هو اللي هيوقف الحرب. اللي هيوقف الحرب هو ان غزه نفسها توقف فيها الحرب، وعشان كده مصر بتقوم بهذا الدور ومصره على ان الاصل نفسه لابد كلنا نتكلم عليه. حتى محور المقاومه نفسه بيتكلم على القصه دي، احنا هنوقف عمليات المواجهات لما الحرب توقف في غزه. مش ان انتوا تقتلوا حد ولا تقتلوا قيادات ولا تدمروا ولا تضربوا بيروت ولا تضربوا الضحايا الجنوبيه، عايزين نقول بس الناس بشويه بتمشي وراء الروايه الاسرائيليه فبيظنوا ان الاسرائيليين منتصرين. الاسرائيليين عندهم اكتر من 100,000 مهجر في شمال فلسطين المحتله، مش قاعدين في بيوتهم من ساعه ما بدات الحرب، عندهم اقتصاد متاثر لولا الامريكان بيعملهم الدفعات الكبيره من المليارات لولا ان هي سندهم. كمان عمليات السقوط لجيش الاحتلال الاسرائيلي في اعداد وصلنا لاكثر من 350 حسب بيانات الاستخبارات العسكريه الاسرائيليه، وانا وفق رصدي الميداني اظن ان الارقام مضاعفه عن هذا الرقم، عدد من القتلى في صفوف جيش الاحتلال الاسرائيلي، كل ده موجود من خسائر كبيره. فبالتالي احنا لما مصر عايزه وبتدعم فكره وقف اطلاق النار او وقف الحرب في قطاع غزه وبتدعم فكره المفاوضات، لان هو ده الاصل، لازم الاصل يتحل. والاسرائيليين ما زالوا يتغضوا طرف عن او يغضوا الطرف عن فكره ان هم يحلوا الاصل، لان شهوتهم وغبائهم مسيطر عليهم. محدش لما احنا بنعدي على الاخبار بتاعت نتنياهو وبن غفير وسومتريتش، الناس ما تفكرش ان الاخبار دي اخبار تلفزيونيه، الاخبار دي حقيقيه فعلا، لان هم نتنياهو يسيطر على اسرائيل، ونتنياهو يدمر اسرائيل، ونتنياهو يدمر شعب اسرائيل وامه اسرائيل. ميله لليمين المتطرف هو جزء من هد هذه المنظومه، هو بيعجل لهد دولته سياسيا. احنا مش بنتكلم على زوال بقى ولا الكلام اللي هم ممكن يدخلونا في دوائر ثانيه، احنا بنتكلم على الزوال السياسي، استمراريته في هذه الشهوه
هو اللي بيدمر نظامه السياسي ويؤثر على أمة إسرائيل بأكمل. البعض بيتصور أنه هو بيملك زمام الأمور في اتخاذ القرار، ربما يملك زمام الأمور في اتخاذ القرار الخاص ببداية الحرب أو عمليات عسكرية، لكن لا أحد يستطيع أن يملك زمام الأمور أو يضمن أنه هو يستطيع إيقافها، وهو ده دايما معضلة الحروب، عشان كده العاقل دايما بيحاول أنه هو يتجنبها. هنقرأ أيضا من اليوم السابع أستاذ زكي هذا العنوان: وسط ركام المدارس طلاب غزة أحلامنا ضاعت ومستقبلنا مجهول، ونريد وقف الحرب والعودة لحياتنا الطبيعية. نقرأ أيضا من الدستور: شعب الله المظلوم، الدستور تعيش مع ناس فلسطين، دمار سنة أولى حرب، 7 أكتوبر أتى بالنكبة. بتشوف حضرتك جهود الدولة المصرية في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين على كل المستويات الحقيقة في ظل التعنت الخاص بالمحتل الإسرائيلي واستمراره في قتل المدنيين وفي قصف المنازل والأوضاع التي أصبحت لا يمكن تحملها معيشيا في قطاع غزة؟ أولا أنا بحب أشكر الزميلة إيمان ماهر اللي كتب التقرير بتاع الدستور في هذا وهذا العنوان، يعني الأخاذ أن شعب غزة شعب الله المظلوم، لأن فعلا هذا ما تم خلال سنة. محدش في العالم ينظر لأهالي غزة إلا إن هم درجة تانية، محدش ينظر ليهم إلا إن هم زي ما قال وزير الدفاع الإسرائيلي في بداية الأزمة إن هم حيوانات في هيئة بشر، وبالتالي ده هو اللي بيجرى ضد أهلنا في غزة من عمليات إبادة وقتل. وهم بالفعل أظن إن هم أحق بالإطلاق كلمة شعب الله المختار، أهالي غزة بما يتم من ضدهم من جرائم أو ضد ما أو عمليات إبادة وخلافه، أظن أن العالم ينظر إليهم نظرة يعني على دون المستوى، وده هيجي له يوم من الأيام. الحقوق لابد أن تسترد من الإسرائيليين أو من في حكمه. نعم. طيب خلينا نروح للشأن المحلي ونقرأ من اليوم السابع: سكن لكل المصريين، المشروع الأكبر على مستوى العالم لمحدود الدخل. أستاذ زكي، كيف ترى جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات لشريحة الشباب ومحدودي الدخل لتحسين حياة المصريين بشكل كامل؟ يعني خلينا نقول إن الدولة المصرية بتقوم بجهود كبيرة للغاية في ملف السكن، وملف السكن ده من ملفات حقوق الإنسان اللي بيتكلم عنها العالم، لكن احنا بننظر دايما برضو للعالم بصورة ان هو العالم الأخاذ اللطيف اللي ينفذ حقوق الإنسان، لكن احنا لو نظرنا لأنفسنا هنلاقي ان احنا نطبق حقوق الإنسان بشكل محترم للغاية. ملف السكن حققنا فيه مجهود محترم خلال السنوات الأخيرة تحديدا، وعندنا مستويات، مستوى الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين وبقى ودار مصر، كل المسميات اللي تجريها وزارة الإسكان، وده ضمن فلسفة عامة للدولة المصرية بتقول إن احنا لابد أن نوفر شقق لكل المتقدمين، وهنوصل بإذن الله في يوم من الأيام. طبعا وتيرة التحديات الاقتصادية ربما ما خلتناش ناخد جهدنا الأكبر، لكن أظن إن احنا برضو عندنا قدرة على الاستمرارية. الناس برضو لا تغفل هذا الأمر، القدرة على الاستمرارية ده مجهود صعب للغاية. انت ممكن تيجي في وقت من الوقت تقول ان الظروف الاقتصاديه حجمتنا، لكن انت تستمر حتى لو عملت 1000 وحده 2000 وحده وصلنا 35000 وحده مثلا، مش عارف ايه، هو دي كلها ارقام بتاتي في اطار دور الدوله المصريه ان هي توفر للشباب، واظن ان ده مجهود محترم للغايه، وياتي ضمن، عشان بس الناس تبقى مستوعبه، ده ضمن حقوق الانسان او ضمن الامور الدوليه اللي الناس بتتكلم عنها، وده من رغبتنا احنا كمصريين ان احنا نقدم للمواطنين والشباب ما يريدونه سواء في موضوع السكن او ملفات اخرى. طيب من الملفات الاخرى ايضا هنشوف جهود الدوله مع حضرتك مع هذه العناوين من روزا اليوسف: جهود كبيره لتمكين ذوي الهمم نحو مجتمع شامل ومستدام. هنشوف مع حضرتك الدعم، أو زي حضرتك بتشوف هذا الدعم ومساندة القيادة السياسية لتمكين ذوي الهمم واندماجهم في المجتمع على مدار أكثر من 10 سنوات كاملة. أنا هنا هتكلم في ملف ذوي الهمم لأن أنا كنت متداخل فيه بعض الوقت في الحوار الوطني، لما وأنا بصفة يعني مقرر مساعد للجنة الشباب في الحوار الوطني، وكان ذوي الهمم ده من ضمن الملفات القريبة مننا في لجنة الشباب. احنا قدرنا أن نقدم مجهود محترم للغاية لقادرون باختلاف، ونعمل لهم الصندوق ونعمل لهم اللايحة، وحتى ملف موضوع السكن اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه من شوية ده تم مراعاتهم في الشقق والإسكان، بالأول بيتفتح لهم وقت لوحدهم في التقدمات لما في موضوع الإسكان، وكمان بيخصصوا لهم الدور الأرضي عشان يبقى مجهز ليهم، يعني ده نقطة تشير لتطبيق الإجراءات.
كمان الفكرة التطوير الأدوات المقدمة ليهم، حتى موضوع المعاقين، سيارات المعاقين اللي رئيس الوزراء اتكلم عنها من فترة وقال لك الرجع سيارات المعاقين، ده حماية ليهم طبعا. ده جزء من حماية حقوقهم ان السيارة تبقى فعلا جاية لأسرة المعاق ويتم تطوير هذا الأمر بشكل محترم بدل ما يستفاد منها فئات أخرى غير مستحقة. إحنا قدرنا نقدم جهد محترم للغاية، جهد مميز في ملف ذوي الهمم، مش هو برضو الجهد المرحلة النسبة 100%، لكن الطريق شغال. إحنا تم عمل الصندوق، تم عمل التشريعات، تم مراعاة كل حضورهم في كافة الالتزامات الرئاسية، وإن هم يتم تنظيم ليهم حاجات تدعم يعني شغلهم وقدرتهم الخاصة، وبإذن الله بإذن الله الدولة مكملة في هذا الإطار. خلينا ننتقل للدستور ونقرأ عنوان انطلاق العام الدراسي الجديد وسط تجهيزات غير مسبوقة. نقرأ عنوان آخر من اليوم السابع، انطلاق العام الدراسي الجديد اليوم، وأخيرا من الوطن، تعليم جديد يبني بكرة. التعليم عام دراسي منضبط وانهاء الصراع على التخت الاولى في بدايه العام الدراسي الجديد. استاذ زكي، ازاي بتشوف جهود الدوله في تحسين العمليه التعليميه للطلاب والمعلمين؟ يعني مجهود برضو صعب ومجهود كبير، لان التعليم هو في بيتكم، في عند كل المصريين، وبالتالي ملايين من الطلبه بيستفادوا من الاجراءات. الاجراءات ربما تكون صعبه عند الناس الكبيره في السن، يعني انا لو عندي طفل لسه هيدخل اولى ابتدائي ربما تكون الاجراءات دي بالنسبه لي حلوه، هو لسه داخل على نظام جديد فيتم تطبيق هذا الامر سواء في نسب الكثافه او الامور التعليميه او المناهج، فده ربما يكون الامر سهل. لكن الاسر الكبيره دايما بيبقى عندها صعوبات في ان هي تتلقى هذه الاجراءات. في الاول بتحصل عمليه الشرز، لكن مع الوقت بنفهم وبنشوف ان ده نظام تعليم احنا عايزين نروح له. في الاول والاخر الدول تبنى بالتعليم والصحه. هو شكل التعليم بقى واخد يعني متطور، والهدف بتاعه انه اجهز ابني او اجهز الطالب لسوق العمل، وايه الاحتياجات بتاعه سوق العمل، فاعتقد ان ده بيتم دراسته على اساسه عملوا منظومه جديده للتعليم للطلبه وللمتعلمين وللاداره نفسها بتاعه المدرسه. بالظبط، وده كمان يتسق مع حاجه مهمه برضو الناس بتعدت عليهم كده وما خدتش حظها شويه في التسويق، هو المجلس الوطني للتعليم. كان في وقت من الاوقات سياده الرئيس فكر في هذا المجلس واحاله ليه الحوار الوطني، ويتم احالته بعد كده ليه الحكومه المصريه. يبقى عندنا مجلس وطني يضم الجامعات والتعليم الاساسي والازهر والخاص والحكومي، يبقى مجلس فيه خبراء والناس المعنيين عشان يضع السياسه التعليميه الكامله للدوله المصريه. كمان نتاج المجلس ده لسه هتظهر نتائجه بشكل مباشر خلال الفتره اللي جايه مع بعض الحاجات التحركات اللي بتتم دلوقتي في النظام التعليم. النهارده المدارس دخلت يوم السبت، لسه في مدارس طبعا على مدار الاسبوع ده هتبدا تدخل خاصه بقى بكره، لان في مدارس ما بتشتغلش السبت، في مدارس بتبدا بتشغل من يوم الاحد، في مدارس بتشغل من يوم الاثنين. فبالتالي وكمان في مدارس بتقسم طلابها بالذات في عمليه الدخول عشان الحفلات والحاجات البسيطه دي، وباذن الله يكون عام دراسي موفق لكل الطلبه، ويكون في ميزه ان هم عندهم رغبه في هذا التعليم. واحنا في حاجه مهمه جدا حصلت السنه دي والطلبه هياخدوا بالهم منها، كثافه الفصول هتبقى 50 طالب في الفصل. ده امر مهم، الاول كان في 100 طالب في الفصل، لما يدخلوا يلاقوا 50 ده امر محترم بعد شويه، بس برضو مع الزياده السكانيه يعني احنا نراعي بعض في موضوع الزياده السكانيه ونخلي بالنا في ظل كمان الالتزامات العامه ان احنا طفلين، زي ما الدوله بتدعم فكره الطفلين ندعم هذا الاطار وهذا المنهج عشان نقدر نصرف عليهم ونقدر نقدم لهم ماده محترمه سواء تعليميا صحيا او المناخ اللي نقدر نديهم من العاطفه. اظن ان احنا كلنا لازم نكمل بعض في هذه المنظومه. بالتاكيد استاذ زكي، ويعني يكفي ان احنا نقول الرقم اللي هو داخل المراحل التعليميه السنة دي، احنا بنتكلم على 22 مليون تلميذ في المراحل التعليمية المختلفة، ده طبعا أرقام كبيرة جدا، وبالتالي بيبقى فيه خلينا نقول تحديات بلاش عيب، ولكن تحديات على توفير الدرجة الحد الأدنى المقبول من التعليم لكل هؤلاء. وبالتالي زي ما حضرتك ذكرت مهم جدا ان احنا نراعي هذا الامر فيما يتعلق بالطفلين ليس اكثر. كل شكر حضرتك، شرفتنا وسعدنا جدا. شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا للساده اللي تابعونا. كاتب الصحفي الكبير الاستاذ زكي القاضي، الف شكر. مشكورك، تحياتي ليكي، اشكرك لميا طبعا وللساده المشاهدين على حسن المتابعه. الحقيقه احنا يعني على مدار ساعتين بنناقش ملفات كثيره جدا مهمه بتهم كل الاسره المصريه. بشكركم مشاهدينا، شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده وهذا صباح.